كأس العالم 2010 وضم أكثر من 100 لاعب لوضعهم تحت التجربة لأجل الاشتراك في مونديال كأس العالم 2010، وهذه التجربة المارادونية الخائبة بلا شك بعد أن خرجت بالرباعية من كأس العالم. كرة فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة، الضربة الحرة مباشرة موجودة داخل منطقة الجزاء. الله، عادوا أقوياء أودونيزي خلال هذه المباراة، عادوا أقوياء خلال هذه المباراة. مادي بن عطية يسجل الهدف الأول، 1-0 إذن، أودونيزي يتقدم، أودونيزي يسجل، عاد قويا عبر هذه المباراة. الذكريات ليست سعيدة بالنسبة لمدرب الفريق السيد جوديلين الذي عاد ليسجل في فريق الآن مع أول دقائق زمن شوط المباراة الأول. لاحظوا العرضية الماضية، الكرة جت في القائم، ثم بعد ذلك مادي يضع الكرة في الشباك مسجلا أول هدف الأودونيزي في هذه المباراة، هدف أول في المباراة. يا السلام يا مهدي، يهديها جماهير أودونيزي القليل.